باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في الدقايق اللي بقي لنا هتكلم مع حضراتكم في موضوع روحي عنوانه كده النسيان. النسيان دي ممكن تكون ظاهره صحيه، لا يعني ظاهره مرتبطه بالصحه، يعني الناس اللي في سني انا ابتدت تنسى. لما انا كنت مدير بس ايام زمان صغير قبل الكهنوت، وموظف يقول لي يعني شغال معايا ويقول لي انا نسيت، اقول له انت ازاي نسيت؟ لما واحد بيقول لي دلوقتي انا فاكر اقول له انت ازاي فاكر؟ لان الحقيقه الذاكره بقت بعافيه شويه، فبقيت انسى كتير قوي قوي يعني، وببقى لابس النظاره وادور عليها وحاطط مفاتيح في جيبي وخلي البيت كله يدور عليها. فدي بعد عنكم يعني، دي اعراض ولازم هنمر بيها، هنمر بيها. دي اسمها ايه؟ ده النسيان المرتبط بالقوه الذهنيه ومرتبط بحاجات كتيره قوي. ده نسيان صحي، بس مش هو ده اللي جاي اتكلم معاه، ده مش جاي اتكلم عنه خالص. لكن انا عاوز اتكلم على النسيان من وجهه النظر ان النسيان ممكن يكون خطيه وممكن يكون فضيله. خطيه ان الانسان ينسى عمل الله في حياته، خطيه ان الانسان ينسى زي ما شعب بني اسرائيل نسى العبور ونسى البحر ونسى ونسى، واول ما راحوا قالوا لموسى ربنا جابنا هنا عشان يموتنا. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا معايا؟ فده النسيان الايه؟ البايخ اللي يخلي ربنا يصعب عليه مننا. امال انا جاي اتكلم معاكم النهارده عن ايه؟ عن نسيان لازم ننساه. النسيان الطيب او النسيان الجيد. هو في نسيان طيب وفي نسيان جيد؟ ما ده اللي هنعرفه النهارده. زي ايه؟ هناخد اربع او خمس نماذج للنسيان اللي لازم ننساه. اول نسيان لازم ننساه اسمه نسيان تذكار الشر الملبس الموت. يعني ايه تذكار الشر الملبس الموت؟ ممكن الانسان يكون في حياته فترات زي اللي كان بيقول عليها البابا شنودة في الترتيلة بتاعت كلما كيف انسى ايام الماضي مش عارف ايه وايام الصبا مش عارف كلما قام كبا. انا بقيت بنسى، بقول لكم بنسى اهو. لكن هي دي الترنيمه اللي فاكرها او اللي فاكر يعني معناها بيقول ايه؟ ان في فترات طيش في حياه الانسان. في فترات الانسان ممكن يكون وقع فيها في شر، وقع فيها تجارب، وقع فيها في افكار، حتى على مستوى الافكار. على راي احد الاباء الروس اللي اسمه الاب سخروف قال كلمه، قال لا يوجد انسان على وجه الارض لم يقع في كل خطايا الارض على الاقل مره واحده، وعلى الاقل بالايه؟ بالفكر. فكلنا تلوثنا بخطايا، كلنا تلوثنا بخطايا، خلاص ربنا سامحنا وتوبنا واعترفنا ونسيناها. اوقات الانسان يرجع ويفتح دفاتره القديمه، وواحد يقابل واحد يقول له فاكر فلانه اللي كانت معايا في الكليه؟ يقول له فاكر. يقول له كانت شقيه. يقول له اخبارها ايه؟ يقول له دي في امريكا دلوقتي. يقول له لو دورت عليها على الفيسبوك اجيبها. اللي انت بتعمله، اللي انت بتعمله، بتفتح صفيحة فسيخ وتشم؟ طب ما انت ريحته هتمسك فيك وتحط ايدك فيها، طب ما انت هتطلع وسط بالريحه الوحشه. طب دي كانت فترة وكنت فيها معوج، بس ربنا سامحها بقى وقال خلاص ألقيها في بحر النسيان، مش هبص فيها ولا هفكركم ولا هرجعكم. أروح أنا أبتدي واحد يقابل واحد بعد 30 سنة يقول له فاكر أيام اللي، يقول له فاكر أيام اللي، فاكر أيام، يقول له فاكر أيام، يقول له يقول له صدقني كانت أيام حلوة. حلوة؟ حلوة إيه؟ هي إمتى أيام الشر؟ أو إمتى أيام الزيغان؟ أو إمتى أيام الخطية كانت أيام حلوة؟ بس ده اسمه تذكار شر ملبس الموت. إحنا عندنا ربنا حنين قوي، بيسامحنا على أي خطية بنقع فيها، بس تتصور أنت تبتدي تفكر نفسك بخطية، فتبتدي يجي لك تذكارها، ويبتدي يجي أفكارها، وتبتدي يجي بعد كده أحاسيسها، وتدنس نفسك بنفس خطية كنت انت بعدت عنها بقالك 20 و30 سنة. لا، اهي دي خطايا لازم تتنسي، وتذكار الشر الملبس الموت ده لازم يتمحي. لان اوقات كتير قوي لما بفتح التذكار
وافتكره ارجع تاني لنفس الخطية، سواء حتى بالفعل او بالايه بالفكر. فده اول حاجة لازم تتنسي، اسمها تذكار الشر الملبس الموت. في خطايا لو افتكرتها حتى لو سني كبير ومش هقدر اعملها، افتكر لذتها او افتكر شهوتها او افتكر منظرها، لا ما ينفعش. او ده لازم يتنسي، اللي اسمه ايه؟ تذكار الشر الايه؟ الملبس الموت. علشان كده القديس الانبا انطونيوس ابو الاباء الرهبان يقول كلمة حلوة قوي قوي، يقول لك اوعى تخش مدينة اخطأت فيها. يعني لو انت مثلا مرة شوفوا التدقيق، يعني رحت اسكندرية وغلطت في اسكندرية، يقول لك اسكندرية دي ما تهوبهاش تاني عشان تهرب من تذكار الايه؟ الشر. لان انا مثلا ما غلطت في حتة اسمها سيدي بشر او ميامي ما اعرفش يعني، فطول ما انا ماشي بالتاكس او بالعربية عدي ألمانيا تلاقي حاجة عندي حاجة كانت فيلا بس بقت عمارة، تمالك وانا مالي، بس شوفوا بقول ايه، دي كانت فيلا وبقت عمارة. كانت ايام الفيلا دي ايام الشقاوة، شفتوا بتيجي ازاي. فمن كتر حرص الاباء على ان الانسان يبعد عن تذكار الشر الملبس الموت، بيقول لك لو غلطت في مدينه ما تخطهاش تاني في حياتك كلها لغايه لما تموت. مقصود بها ايه؟ انك تقمع تذكار الشر الملبس الموت. تذكار الشر الايه؟ الملبس الموت. لان في حاجات بنعتقد انها ماتت وهي ما ماتتش. يعني يقول لك الانسان اللي جاله ملاريا بياخد علاج ويخف من الملاريا، لكن يقول لك الانسان ده لغايه لما يموت ما يقدروش ياخدوا من دمه لدم واحد مصاب، عشان كده لما يجوا يعملوا ياخدوا من واحد دم، يقولوا نمره واحد سنك كام؟ فوق سن كذا ما ناخدش منك دم. اثنين عندك ضغط تاخد ادويه ضغط؟ تقول له يقول لك ما ناخدش الدم بتاعك. ثلاثه جالك ملاريا تقول له جالي ملاريا، يقول لك ما ناخدش الدم بتاعك بس انا خفيت منها. لا انت متهيئ لك تذكار الملاريا ماشي في الدم، تذكار الشر الملبس الايه؟ الموت. فخلي بالك انت متهيئ لك انها ماتت، هي ما ماتتش. يقول لك عليه ايه؟ الفيروس كامن. عارفين يعني كامن؟ يعني مستخبي مستني بس شويه ضعف، مستني شويه مناعه، مستني انك انت تسيب الصلاه، مستني بس انك انت ما تتناولش، وهيطلع يجيبك. فعشان كده الاباء، انا حكيت لكم حكايه ازازه الويسكي، احكي لكم افكركم بيها دي. الشاب اللي كان صغير في السن وليه زميل مات وراح حضر خارجه، والوعظ كان وعظ كاهن صعيدي بقى من اللي بيجيب كده وما ينكسفوش ما يزوقوش الكلام، فداهم فوق دماغه، يعني الناس اللي في العسى يعني، هو طريقته كده اسلوبه كده، قال لهم انتوا فاكرين كلكم عشان مسيحيين هتخش السماء؟ ابتدى كده بقى، وابتدى يقول لهم كل واحد فيكم لو مات عارف هيروح فين، فما تسالوش ابونا لو مت هروح فين، انتوا عارفين، شوف اعمالك وشوف يومك وشوف انت قلت ايه وما قلتش ايه وشوف صليت ولا ما صليتش وانت عارف هتروح فين. ففي واحد من ولادي كان قاعد في العزا دوت، واللي توفى دوت من سنه، فكان مخضوض قوي لانه في بدايه الاربعينات، فجاه قعد متوتر جدا، يا ابونا انا كنت ممكن اموت. ممكن تموت يا حبيبي وانا ماشي عوج. طب توب. قال لي هتوب بعد ابونا اللي سمعته ده لازم اتوب. وكان عنده ايه بقى؟ هو راجل في مستوى عنده بقى 20 ازازه ويسكي، عنده ازازه شيء مش عارف مين، فراح جاب الازاز كلها. ده انا بكلمكم على نقطه اسمها حاجات لازم تتنسي، تذكار الشر الايه؟ الملبس الموت. راح جايب الازايز كلها، وانا ما اعرفش الحاجات دي مين عليها، طبعا غاليه اكيد غاليه ومستورده، فتحها في الحوض وبمنتهى الجرأه بقى ينزل اتنين اتنين كده، يكب اتنين 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 لغايه لما خلصت 20 ازازه من 21 او 22 ازازه. في الازازه ال 20 جات له فكره، قال لك بس الوسط اللي انا عايش فيه ما بيشربش غير كده، والمجاملات كلها لما الناس تيجي تزورني، فانا اهي النيه اهي عملت ايه؟ قضيت على 20 ازازه، انا هشيل ازازه واحده بس. ازازه واحده بس ليه؟ عشان مش معقوله بعد التاريخ ده والشرب ده كله لما اصحابي يجي اقول لهم انا بقيت اشرب ينسون، حتى شكلها تضحك يعني. يعني من ويسكي اليانسون لا 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 شكلها تضحك. فانا اعمل ايه؟ هشيل ازازه واحده بس عشان ما انكسفش، عشان لو اصحابي جم وقال لك عندك اقول له عندي، لكن انا مش هشرب. وعد وعهد يا رب. ودي كانت الغلطه، اني ساب الايه؟ الفيروس
الملاريا في الدم، فايه اللي حصل؟ تعد بقى الايام وتعد الشهور وهو فخور جدا انه بطل الموضوع ده، لغايه لما في يوم من الايام كانت الدنيا برد وشتاء ويعني جسمه كده مقشعر شويه. قال لي حل يعني تقف على البوتاجاز دقيقتين تدفي ايديك زي ما كانوا بيعملوا اهالينا على البابور زمان، او تحك رجليك في المرتبه في الجوب في البطانيه 10 حكات تدفى تتولع، تلبس شراب صوف تسخن، كل ده وارد. هو بقى جات له فكره تانية خالص، راح فتح الازازه وقال له يا رب ده مش شرب ده برد. وربنا عارف طبعا انه شرب مش برد، وراح اخد شويه كده قد الغطا، وتصادف تصادف ان الدنيا تشتي تاني كمان 15 يوم، وتصادف انه يبرد كمان 15 يوم، والشتا يظهر طولت معاه. فكل ما يبرد يروح لتذكار الشر الملبس الموت، لغايه لما واحد من اصحابه قال له انا رايح بره عاوز حاجه، قال له اه وانت جاي هات لي ازازتين معاك. فهمتوا؟ يبقى اول حاجه لازم تتنسي اسمها ايه؟ يعني الكتاب اللي اتقفل يترمي، الكراسه اللي اتقفلت تترمي، لكن نفتح تاني هنتعص تاني. اعرفوها كده، اتفقنا؟ اتنين، تاني حاجه لازم تتنسي هي اسمها نسيان الاحداث المؤلمه. في ناس كثيره قوي تعرضت لاحداث مؤلمه في حياتها، في ناس بتقدر تنسى وتكمل حياتها، وبالرغم مهما حصل في حياته من ألم دايما شخصية مبهجة وشخصية مبتسمة تديك رجاء وأمل. وفي واحد تقابله كده يا نهار أبيض، عارفين مكان استقطاب النكد من الهواء، في كده مكان هو سيداتي شوية بيستقطب النكد من الهواء، فتسألها مالك؟ تقول له ولا اللي مريت بيه قليل يا بونا، يا ريتني ما كنت سألت، مش عايزة تنسى، مش عايزة تنسى. في حاجات جرحت، كلنا بنتجرح، كلنا بنتخبط، كلنا بنتخربش، بس في واحد مش عاوز ينسى، مش عاوز ينسى. اقول لكم ازاي؟ واحنا زمان لما كنا عيال وبنهرش لما ناكل مانجا ولا ناكل شوكولاته ايام الحساسيه بتاعت الطفوله دي، كنا نهرش نهرش لغايه لما نجيب الدم، صح؟ بنجيب الدم من ايدينا عادي كل العلكة. او الواحد يقع، كنا بنلعب كوره في الشارع ايامنا يعني كان الدنيا فاضيه، فكنا نلعب كوره في الشارع، فواحد مثلا يقع في على الاسفلت تتجلط ايده من هنا، يحطوا له شويه ميكروكروم بس الجسم علشان يخف تتكون جلطه، الجلطه دي عباره عن بقعه الدم اللي فيها جرح، الدم ينشف ويعمل غلطه، وهو بيخف تلاقيه بياكلك قوي، بياكلك قوي، فتعمل ايه؟ تهرش فيه تاني، فتعمل ايه؟ وبعدين يبتدي يخف، ياكلك تاني، تهرش تاني، عمره ما بيخف. الحل الوحيد يربطهولك ويقول لك ما تهرش تاني، لانك طول ما انت بتهرش عمره ايه؟ انا عندي احداث في حياتي مش عاوزها تخف، لان عاوز افضل صعبان عليكم. الزمن ظلمني وما جابليش حقي، لا في بيت كنت كويس حظي وحش مع زوجة متعبة، وفي الشغل ما كنتش كويس مع مدير متعصب، ودايما طول عمري رزق قليل. عاوز نضحك يا راجل ولا انبسط؟ منين اجيبه ده؟ ده انسى يا عم، ده انت طلعت على المعاش خلاص، لا شغل ولا مدير. يقولك مش قادر انسى. طب ذنبهم اللي عايشين معاك النكد ده نعمل فيه ايه؟ يقول لك مش قادر انسى. واحدة تقول لي انت عارف يا ابونا انا كم مرة سقطت لغاية لما جبت مش عارف، واحدة تقول لي في ايه؟ في ايه؟ اللي فات خلاص، ده الناس حتى في اللي بيلعبوا يقول لك اللي فات مات. لكن انا مش عايز، مش عاوز انسى. وعشان كده عندي كآبة مستمرة. يا جماعة اللي معاه موبايل يطفيه لو سمحتوا. تاني، دي من الحاجات اللي لازم تتنسي. عارفين ليه؟ لأن الزمن عدى بس أنا لسه مسجون جوه اللي حصل فيا، وطول ما أنا مسجون جوه اللي حصل فيا، سواء كان زوج عنيف، زوج بخيل، زوج عصبي، ماضي. تيجي أم كده تكلم عيالها تقول لهم أنتوا بتضحكوا مع بابا دلوقتي ده،
تعرفين بابا ده عمل فيا ايه من 40 سنة؟ وعمل فين بابا عمل ايه؟ انتوا شايفينه بعد ما كبر وبقى طيب، عارفين ليه؟ لان ما بقاش في ايده حيله. ده لما ابوكوا كان قوي والقرش في ايده، احكي لكم كان بيعمل فيا ايه. طب يعني ليه بتعذبي نفسك وبتعذبي ولادك؟ انا مش قادره انسى، وكل لما تيجي فرصه احكي الامي للناس. ايه اللي بعمله ده؟ ما تنسى بقى، انسى بقى، ده انت حتى بقيت قاسك شخصيه كريهه. كل لما تفتح العلبة بتاعت الفسيخ الناس تقولك افه مش طايقين نشم، بس انا مصر ان انا افضل اتكلم ومش عاوز انسى. لا، يا ريت تنسى، لان النسيان ده نسيان مطلوب. بص لبكرة وبص للنهاردة وبص لعمل نعمة ربنا، بص للي فات ما تبصش بص للي جاي ما تبصش للي فات. بس في نماذج من دي كتير قوي، كتير قوي. وزي ما قلت لكم المشكله مش في الحدث انه كان مؤلم، المشكله ان هو واخد قرار نفسي انه ما ينساش، قرار نفسي انه ايه ما ينساش. تالت حاجه لازم انساها، وعشان ده النسيان طيب، اسمها انسى اساءة الناس ليك. يا بخت اللي مصفته واسعه ويعرف يعدي. ليه؟ انا هقول لكم حاجه دلوقتي. انا اسات لحضرتك، يعني انا اسات لحضرتك، طوعني وقول اه انا اسات لحضرتك، مش كده؟ انا اسات ليه؟ قلت له كلمه بايخه احرجته في وسط الشعب، وهو ممكن مش مستني من ابونا اللي بيحبه يعمل فيه كده، بس انا احرجته خلاص. هو قال ايه؟ قلت له الايه دي غلط، ازاي حفظتها كده؟ ادي صح الصلاه، وبعدين ده انت سنك كبير يا راجل، ازاي تغلط في الايه دي؟ يعني مش صلحت له الايه وبس، لا وديته يعني فعلا اللي تزوق مني مثلا. وبعدين انت خلاص زعلت مني، تعالى عاتبني تاني يوم ماشي، لكن انت كل لما تشوف ابونا بولس يومك يبوظ، وبالليل مش عارف تنام. فالمدام تقول لك مش عارف تتقلب ليه؟ لا، شفت ابونا بولس النهارده. ابونا بولس ده قدم توبه بعديها بيوم وحس انه غلط، وراح عمل مطانيتين ورب سامحني، وراح اعترف وربنا سامحه، ولما شافك وانت بتعاتبه قلت لك اسف وخلصت بالنسبه لي. انت في بيتك عارف تنام؟ مش عارف تنام، بتفرق. وانا في بيتي ايه؟ نام جدا. فمعظم الناس اللي احنا زعلنا منهم ان هم جرحونا هم نايمين، واحنا اللي بنفرق، بندوب الملايات بس في السرير كده. ليه بندوبها؟ ما احنا مش عارفين ننام على بعضنا ليه؟ طب انا هسألكوا سؤال، فعلا كده مين اللي متضايق وبيدفع ثمن؟ انا، عشان مش عارف ايه اسامح، بالرغم ان اسهل قوي لو خدت قرار بالتسامح. انا هديت، لكن انا مش عارف انسى اساءتك ليا. وطول ما انا مش عارف انسى اساءتك ليا، انا اللي تعبان وانا اللي بدفع الثمن. صوروا يا جماعه، صدقوني الكلام اللي بقوله حقيقي. واحدة بتقول لي حماتي ميتة من 12 سنة ومش قادرة انسى اللي عملته فيا. قلت لها لازم يعني تتم كام سنة موت عشان تنسيه؟ يعني بعد كام سنة ممكن تنسيه؟ فتقول لي تتصور جوزي حاطط لها صورة كل ما عدي افتكر من الأول، ومش قادرة اقول له شيل الصورة، حاطط لها صورة صغيرة يعني سيبها جنب السرير ولا تحت الكومودين ولا الازاز. يا ستي وانت بتنفضي غمضي. لكن هي المشكله ايه؟ مش قادره تنسى. طب الست ماتت يعني خلاص ما بتضايقكيش، بس عندي مشكله مش قادره انسى اساءتها ليا طول سنين جوازي. 20 سنه خاربه بيتي، و20 سنه بتوقع بيني وبين جوزي، و20 سنه بتغصبني. ماتت هنعمل ايه؟ مش قادر انسى. طب مين اللي بيدفع الثمن؟ الست اللي ماتت. طب الست اللي ماتت دي تصوروا اتناولت واعترفت ودخلت السماء. طبعا لو قلت لها كده هتضغط اكتر، فانا مش جايب لها سيره يعني. يعني الست اللي ماتت دي فعلا تابت واعترفت وندمت ودخلت السماء، والمسيح قال لها اليوم تكوني معك في الفردوس. دخلت السماء، اقدر اقول لها انها دخلت السماء؟ اسكت خالص، كاني بغيظها اكتر. صح، يعني هي من وجهة نظرها هو بعد اللي عملته ربنا يسامحها؟
تتعب من ربنا اكتر. بس شوفوا الى اي مدى الانسان ممكن يبقى مسجون جوه عدم نسيان الاساءة، وهو اللي بيدفع الثمن، وهو اللي ما بينامش، وهو اللي معثر، وهو اللي تعبان. يا ريت نتعلم ننسى، وكل يوم انت بتقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للذنبين الينا، افتكر ان لو اي حد انا فاكر له خطأ اللي في حقي وجرحه اللي في حقي، ربنا مش هيغفر لي لان انا مش غفر له. يمكن دي تساعدني شوية. احنا قلنا كان نسيان الجاهل كم حاجة؟ واحدة، تذكار الشر الايه؟ الملبس الموت. نمرة اتنين كانت ايه؟ نسيان الاحداث المؤلمة. ثلاثة، نسيان الاسلام. اربعة، من الحاجات اللي الواحد ينساها ولازم ينساها عشان يخش السماء هي الذات. هي ايه؟ الذات. يعني ايه الذات؟ انا. الايه بتقول ينبغي ان هذا يزيد واني انا ايه؟ انقص. الحقيقه انا في كل تصرفاتي اللي تعباني ان انا عاوز ذاتي تزيد. يا ترى انا كاهن محبوب؟ يا ترى انا الناس بتقول عليا ايه؟ مشغول بذاتك قوي ليه؟ انساها، انساها. ده المسيح في الكتاب المقدس من اول ما اتولد في مزود لغايه لما وطى وغسل رجلين التلاميذ، وقبليها قال لهم ليس لي اين اسند راسي، وقال مجدا من الناس لست اقبل. قال كل ده عشان يعمل حاجه واحده، يعلمني ازاي اكثر ذاتي جوايا. ده اتضرب على وش البار الذي بلا خطيه اللي خلق العالم، خلى العالم اللي خلقه يضربه بالقلم على وشه، وانا ما حصلش فيا كده. بس عشان حضرتك سلمت على ثلاث اباء كهنه وجيتي عليا بصيتي لي من فوق لتحت وما سلمتيش عليا، تعبت منك قوي ليه؟ ليه؟ ليه الذات دي؟ الانسان لو ما نسيش ذاته، صوروا كده، يعني البتوليه في الرهبنه، اهم حاجه في الرهبنه انك ايه؟ تكسر ايه؟ تكسر ذاتك، تكسر ذاتك، تقول حاضر على الغلط وما تقولش انا ليا فيك، تكسر ذاتك. ده فين؟ في الرهبنه. الجواز مدرسه كسر الذات. اللي ما نفعش في الرهبنه هتقولوا نجوزه لكم، تكسر ذاته. ولو ما كسرش ذاته عاده الجوازه ما بتكملش. يعني عشان الجوازه تكمل بسلام اساسها ان كل واحد فيهم ينسى ذاته من اجل الاخر. وبقولت لكم للمره العشره لما اولادي بيجي يتجوزوا بديهم نصايح، بقول له قبل ما اتجوز كنت نمره واحد في بيت ابويا. الواد اكل، الواد شرب، الواد سخن، الواد عي، الواد انتيبيوتيك، الواد راح، الواد رجع، الواد عنده رحله، الواد 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 الواد. تتجوز تخش مدرسه التاديب والاصلاح. بعد ما انت كنت نمره واحد لازم كده عشان تنجح في جوازك تقول هي نمره واحد وانا نمره اثنين. هي نمرة واحد وانت نمرة كام؟ اتنين، لغاية لما سيادتك تخلف تبقى العبد المملوك. العبد المملوك يعني ايه؟ العبد المملوك يعني العيال نمرة واحد، مراتك نمرة اتنين، وانت الشغال يعني ما علينا يعني. انت اللي بتشيل تتعلم بقى تروح السوق وتجيب الحاجة وتنقي وبتاع كده بقى، يعني ما هو كده مش هتاكل اصلا. فاحسن تكسر ذاتك عشان جوازتك تنجح. هتقول انا الراجل مين؟ خمس ست سنين وجوزها بتتصل. وانتي برضه نفس كده. كل البنات قبل ما الجواز يقول لك انا ما بعملش حاجه، مامي دي بتاع مامي مامي، لغايه لما تتجوز تخش المدرسه اصلاح وتهذيب، جردل وخيشه. اذا ما كسرش ذاتها بيتها يتخرب، بيتها هيتخرب. وتقول هي ماما كانت مستحمله كده لغايه لما تجيب العيل بقى، ويفضل يعيط لها طول الليل وطول النهار. الحياه بتقلب معاها مره واحده كده، من عروسه بتنقي فستان فرح لحاجه كده ملامحها اتغيرت. برافو برافو، هو ده كسر الذات. اول ما تيجي تقول لي يعني يا ابونا انا خدامه، اقول لها مبروك الجواز. ده صح كده؟ اما الجواز عباره عن ايه؟ اللي ما نفعش في الدير نربيه احنا بالجواز. ما هو انتوا فاكرين اللي يعني الجواز ده لا لا لا، ده الجواز ده يا خبر ابيض. صدقوني الزواج لا ينجح الا عندما ينسى الزوج ذاته بالكامل وتنسى الزوجة ذاتها بالكامل. طول ما الانسان متمسك بذاته ما ينفعش يبقى زوج. اللي شايف نفسه قوي 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 ما تتجوز،
انك تتجوز واحده تقول لها انت كل يوم انت مقدره انت متجوزه مين، وهي لو شايفه ذاتها قوي فاول سنه تقول انا كنت اخد احسن منك 10 مرات بس انا طوعت قلبي وخفت. شايفين الذات؟ طب الجوازه تنفع كده؟ تبوظ. تبوظ ليه؟ لان كل واحد معلي مين؟ ذاته عن التاني. قلنا كام حاجه ننساها؟ 1 تذكار الشر، 2 الاحداث المؤلمه، 3 اساءه الناس، 4 الذات. طول ما انا شايف نفسي الحقيقه هتعب كتير قوي قوي قوي. عارفين ليه؟ نمره 1 هغير. يعني لو جه واحد دلوقتي وقال لي يا عارف ابونا فلان دوت احسن منك يا ابونا فلان، عشان شايف ذاتي. طب انا مش شايف ذاتي؟ قلت ما هو احسن مني فعلا. وهو الصغير وهو المستقبل وانا الماضي وعجزت وخلاص. بساطه. لكن لو عندي ذات لا يمكن اقبلها. فكلنا لازم نحارب، لان كلنا لغايه لما هنموت بنحارب بالذات. فلابد ان تنسى ذاتك حتى يرى ترى او يرى الناس المسيح فيك. لان طول ما انت كبير المسيح مش باين فيك، لكن لما انت تظهر المسيح يبان فيك قوي. طولت عليكم وكفايه علينا كده. لالهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد امين.